بعد أيامات الحصر وأيامات الكورونا رجعنا نجمو نتلمو ونجمو نبنو شبكة العلاقات معناها الحضورية مع العبيد وكل. قبل ما جيت للهاكتيفيزم كان عندي برشا انتظارات، حبيت نعرف شنو هي هذا الهاكتيفيزم. أول مرة نشارك في حاجة كيكة الاكسشينج لايك فروم ديفرنت بروفايلز تو ميت ان وان كومن جول اللي هو تو كرييت امباكت ماني ا سيفل سوسايتي ولا تو ذا سيفل سوسايتي و سوبر اميزنج دونك ام سو ساتيسفايد. عالسلامة، اسمي رزان نور وشارككم اليوم بالنيابة عن طريق شبكة الابتكار للتغيير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نرحب بكم في الهاكاثون الذي ينظمه شركاؤنا في تونس السبيس، ونتوجه لهم بالشكر لجهودهم لتحقيق أهدافنا المشتركة الرامية لفتح الفضاءات المدنية في المنطقة. بالشراكة مع السبيس نهدف من خلال الهاكاثون اليوم لخلق مساحة للناشطين والناشطات، رواد الأعمال ورائدات الأعمال، التقنيين والتقنيات لتطوير ابتكارات تعالج قضايا المجتمع المدني وحقوق الإنسان. هذا النشاط الذي يندرج تحت أحد أهم أهداف المركز الإقليمي للشبكة المعني بإنشاء نموذج تعاون بين المجتمع المدني والتقنيين في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، المناصرة والمساءلة والأمن الرقمي. أنا اسمي محمد عدنان بالحاج يحيى، كوفونداتور و ديريكتور اكزيكوتيف دو السبيس. السبيس هو أول مركز ابتكار مجتمعي في تونس أو سوشيال انوفيشن هاب، وين غالبا نحبوا ونعاونوا العباد ان نعملوا دي سوليوشن دي بروبليم سوسيو. بالنسبة لنا احنا الفيزيون تاعنا انه اذا كان نجموا نعملوا دي ميني بروجي في تونس، كسوا في باب الجزيرة ولا في الناظور ولا في اي مطعم ضيق في تونس، نجم تكون السوليوشن ريبليكابل بارتو في تونس الكل، وعلاش ليه في العالم العربي وفي الافريق سبتاريا. اكتشفنا ولا لاحظنا اللي الجمعيات هذوما يخدموا في خدمة عظيمة، اما كل واحد يخدم في جيتو في تونس الكل. دونك قلنا باش نخدموا على الجمعيات اللي موجودين في الجمهورية الكل، نخدموا على خلق الكوميونيتي هذه نتاع الجمعيات هذوما، ومن بعد نخدموا على الكاباسيتي بيلدينغ نتاعهم برشا طرق. جاو دي جون بالمختلف الميادين برشا بلايص من تونس، تلموا 65 بارتيسيبون اوتور دي تشالنج، لي 3 تشالنج اللي خرجناهم من ليرنينغ لابس في الاكتيفيتي اللي قبل، اللي هما يخصوا الهيومن رايتس ديفندرز، لورغانيزاسيون انترن دي اسوسياسيون، والا ليكوسيستيم تونيزيان ككل. Gonna try to integrate technology for the humanitarian work or advocacy work. هذيك علاش هكا حبيت نشارك to meet IT profiles, to meet to work with a lot of people from different profiles باش نوصلوا نعملوا impact positive للسوسيتي سيفيل اللي هي حاجة I'm so passionate about. كي جيت لهنا عجبتني الاكسبيرونس على الاخر. أول حاجة عجبتني فيها كيفاش قسمونا، معنا مش الناس الكل هل تعرف بعضها تبقى مع بعضها، لا أنا تعرفت على برشا عباد، خدمت مع إيكيب ما نعرف منهم حتى حد، أول مرة نقابلهم في حياتي. تعرفت على عباد من المجتمع المدني بتاع تونس الكل، كل كشف في نص العاصمة، كل كشف في الكيت، كل كشف في قصين، كل كشف في البلايس الكل، كبرت بالبهي 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 نتورك متاعي. في الهاكاتون حضروا برشا عباد من برشا جهات مختلفة، من برشا دي دومين مختلفين، كي نحكوا كودين، نحكوا انتربرونيا، نحكوا هيومن رايتس. دونك في الأربع أيام اللي تعداو هذوما، تعلمنا كيفاش نخدموا أون جروب، كيفاش نقسم الخدمة بين بعضنا، وكيفاش نحاولوا نلقاو حلول عملية للمشاكل الموجودة في المجتمع نتاعنا. والحقيقة it was an amazing experience on many levels. الترينينغز كانوا ياسر طيارة، التيم بيلدينغ سورتو بالحق ما تقولش علينا نعرف بعضنا، معناها في الداينامكس within my team تقولش علينا نعرف بعضنا عنا برشا. It was really nice وتعلمت منها برشا حاجات. بعد أربع أيام انتنسيف دو ترافاي كولكتيف دو ليرنينغ اكسشينجينغ اور اكسبرتيز ونولج وكل شيء، باقي معناها it met my expectation. I look tired, I'm super satisfied. وجيسبيغ كو يصيروا أكثر ايفنتس من نوع هذايا باش الناس تتعلم كيفاش تستعمل الاي تي كموتي داكتيفيزم، سورتو كو توا في الدنيا كل شيء قائم على الاي تي بيزيكلي. في أربع أيام تلمينا، ضحكنا، لعبنا،
في الاخر خرجوا 5 winners اللي من بعد باش يدخلوا في ان بروغرام دانكوباسيون باش يكملوا مع بعضنا غراس او بارتناريا نتاع ال سبيس اي لي ريسورس دو ال سبيس انتر اوتر الفاب لاب اي لاكسي او زوتي ديجيتو اي غراس او بارتناريا مع انوفيشن فور تشينج لي بارتيسيپون هذوما انكوبي باش يتحصلوا على اكسبونسيون دو لوغ بروجي في على المينا في اخر البروجي هذا باش نخلقوا بلاتفورم على الكراود فاندينغ على الوام تاع الكراود فاندينغ باش نعملوا الاونلاين ادفوكاسي على القوانين القاعدين نحاولوا نجسدوا فيهم واللي هي من اهم الحاجات اللي يستحقوها الجمعيات هما لي زالتيرناتيف دو فينانسمون شباب راكم كلكم بوتنسييل وكلكم كومبيتونس امنوا برواحكم شاركوا في حاجات نجموا تبدلوا بها في رواحكم في شخصيتكم في المجتمع نتاعكم احنا هوني في ال سبيس ومع I4C وفي دو البروجي نتاع دو نيو اكتيفيست نحاول نقولوا للجمعيات انتم اخدموا واحنا هنا معكم.